Bismillah, salatu salam ala rasulullah, salam alaikum. Bonjour, bonjour, me voilà revenu, Lyon, avec des astuces pour la peau. Pour la peau du visage, pour les ongles, el mohim. Avec chouïa saboun râpé, saboun ta'taf bien sûr, qu'on appelle savon de Marseille, chouïa khmira. Regardez la différence entre men et omen. لكن حبيت تعرفوا كيفاش استعملت هاد لي برودوي يورا دو سيترون اوسي كان حبيت تعرفوا avec quoi j'ai utilisé comment j'ai utilisé ces produits مالكم الا تبعوا لا فيديو ce n'est pas un or c'est un plaisir et je vous remercie voilà وليت معاكم باش نديروا هادوك لي استوس اللي هضرنا عليهم او ديبي نحكموا صابون الطرف الصابون هذا كيما نقولوا حنا لو صابون دو مارسي صابون الطرف الرابيوه نحطوا مغرف مغرف كبيرة تاع ماكلة صابون الطرف نحكمو الخميرة تاع الخبز اللي نديرو بها الكسرة نحطو اون كويير اون بون كويير كافي من الكبار هادو تاع نشربو بهم الحليب ونحكمو ما ورد ما ورد مغرف نحركوهم مليح ما ورد نزيدو مغرف باش نبلو بها اصلا ندخلوهم مليح مع بعضهم بعد نزيدو لها مغرف اخرى هو من الاحسن يكون تقاو الورد اللي يقطروه مش هذا السانتيتيك من الاحسن ما عندكمش ديروا هذا ندخل انا مليح الخميره مع الصابون والماء ورد ونرجع فوالا هايدي كيفاه ولات نحكموها هادي سي بور لو فيزاج صافي شي وانا جو لا فيغ سور لا ما حطها فوق يدي ماسك يقلب لكم وجوهكم واش نقول لك بيان انا نديرو في يدي اش بي با مي مونتري نديرها كم في يدي وتشوفوا نديرو لا موتي برك هي في لو فيزاج لي اون فات دوبي دي زاني ساعه ساعه هكا نديرو او ما سما ما كاش حاجه لي تضر ولا حنا نقولو حوايج ناتور لي ما ينفعكش ما يضركش هادي خميره و قارص بلوتو خميره وصابون وما ورد من الاحسن اللي عنده الماورد قطر بيان سور خليوه حتى يشيح هكا كف 20 مينوت ان دميور وبعد نرجع ان شاء الله فوالا بعد ما عفات لا دميور جيبو هكا ان تروك اون ايبونج نطفو هذيك البلاصه سا فا بيرميت دو نيتواي اون بروفوندور Vous allez sentir qu'il y a les pores, les mahloulines, et il fait avec le savon ou la khmira, bien sûr. Ça va les nettoyer. Ou ça va vous donner un teint rose. Cette l'amélie, surtout quand vous dites que vous avez l'air, ça ne veut pas se maquiller. Voilà, d'accord. Pour papier absorbant. Regardez la différence. Vous voyez la différence? Bon, j'ai pas arrêté la vidéo. Voilà, je vois la différence. J'arrive جربوها جو بريفير تجربوها خير نقدروا نحطوا لها شويه ما ورد فوالا ديروا شويه ورد ولا لي الا كانت تحمل الكلاصون عقب الكلاصون الورد سي جي اون فان هكا بوغ لو بو دوني ان تان هكا مليح الورد مليح بوغ لو فيزاج ريغاردي
Voyez la différence avec le madarch ou le wendarch. Un glaçon, tani mliḥ après mettre le masque ou tnahiwa, nettoie bien, dire je suis à ma word, ou بعد حكموا un glaçon فوتو على la peau تاعكم. Vous allez avoir une peau très saine et très propre, ça va la nettoyer ou تعطيها شويه هكا شغل هكا elle va gonfler un petit peu. Voilà. قدكم هذيك la différence est bien قدامكم تشوفوا فيها. نتمنى لكم ديروا هذا الاستيوس. وكما نقول لكم توجور دعاوي الخير نتاعكم ان شاء الله الى الملتقى مع السلامه ان شاء الله. لا دوزيام استيوس سي بور لي زانغل نحكموا نحطوا مغرف هاوديك مغرف تاع قارص نزيدوا لها مغرفه تاع زيت زيتون بصح واش هو زيت الزيتون الحر أو تاع الزيتون صح ماشي تاع لي تباع هذاك لي تباع في لي سوبيغيت لا لا فري ويل دوليف فوالا نخلطو مليح هذاك الزيت مع القارص هذا سي بور لي زونغل ونحطو بوندون أو موان 10 مينوت أن كار دوغ سينون بلوس تفرنا في ال في هاد لو ميلونج قارص وزيت عرب زي أونفا زيت زيتون. On ne peut pas dire l'huile d'arabe parce que tout le monde a la région de sa il se met qui m'aime. Le mohim. Nous mettons ici le sabatina, le karas, le zit. Ça va fortifier l'angle interne, ça va lui donner une bonne solidité. Il ne devient pas fragile. On a 10 minutes, un quart d'heure, sinon plus. هذا ديرو كي تكملي الشغل خلاص كونت اون افيني دو فير نوتر ميناج في السهره بسما اون بلو اونفي دو ميتر لي ما في الماء نديرو العمليه هذه ابري ما تكمل من دافوار بلونجي هذوك لي دوا في الزيت جوست افيك ان بابي ابسوربون خليهم هكا كي يزيدو يكملوا يشرب هذاك الزيت مليح مع القارص ما تغسلوش بالماء خليوه هكا مسحوه برك مليح باش ما تخمجوش حوايجكم وداك حبيت اوفا نتوايهم بيان بيان سور افون دو لي بلونجي كيما نقولوا دون الزيت هذا والقارص دوك نرجع معكم على ثالثيام استيوس فوالا لا ثالثيام استيوس كونسيرن هادو لي كود هذا المرفق ولا كيفاش يقولوا له هذا تاعنا تاع لو بغا كي تطبق يدك لو كود كي نعصروا القارص هذا نعصروا باغ اكزومبل بور دي سالاد ولا كيما درك باش درت فيه مي دوا نحكموه نحطوه هادو لي هاد لي العمليات دائما نديروهم كي تعودوا فارغين شغل ما كاش من بعد نوض واللي يجيب لي ولا هذاك لازم تكونوا اليز تحكموا هذاك الواحد سيترون وتحطوه في لو كود هك تحطوه في لو كود وتحطوه على لو بور تاع لو فوتاي ولا هكا تفرشوا حاجه بيان سور باش ما تخمجوش لو فوتاي تاعكم وتخليو هذاك لو سيترون هك تلاصق في لو كود باش ينحي لكم هذيك باسكو مام لا بارتي دائما مام نغسلوها اللي ان بو هكا برون على باقي لا مان اوف لو بغا هذا هكا قارص هذا ما ترميوهش ديروه هكذا وقلت لكم العمليه هذه ديروها كي تعودوا ما عندكم حتى خدمه كاتريام استيوس ما كانش في بصح او مومون او جو دوفي ديباراسي هذاك الزيت والقارص سيحلي دونك قلت جو بروفيت نعت لكم اون استيوس كي تسيح لكم الزيت تسيح لكم الزيت فوق بوطاجي ولا في الارض ولا اي مضرب زيت كي يسيح الزيت تمسحو هكا تهزو هكا يبقى نتي تمسحو نتوما فانتوما تمسحو هو يبقى ما لا ميغ فاصون يتلملك بها الزيت بلا ما يبقى سي لا فارين فوالا لا فارين تشرب الزيت تشرب هداك الزيت كامل فوالا نحطوها هكا هل فا ابسوربي
La farine va absorber avec le gras kamel. Voilà, ce qui fait ça. جربوها et vous allez inchallah تدعيوا لي بالخير. Parce que qui تلموها بشيفونه ou là avec un papier absorbant ou là, يبقى le gras. هادي ها. دوك نولي معاكم نجيب لكم ان بابيي. نحيها مليح. نحي لا فارين هاي شربت الزيت وانا شربته ما نحيش لا فيديو باش تشوفوا. نجيب طرف اخر ندير بروك شاية فوالا شاية ها ما فيش الزيت. جربوها جربوها وتدعيوا لي ان شاء الله بالخير يا ربي. دعوي الخير برك هذا واش نحتاجو. فوالا سي ما كاتخيام استوس جيسبيغ فدتكم اليوم باللي زاستوس هادو. قلت نحبسو شويه لا كويزين حتى العشيه. لو ماتان جو لي غفير دي زاستوس. نتمنى لكم باللي راكم تبعوا بيان سور في توسكو جو فو دون. مع السلامه الى الملتقى ان شاء الله.